السلام عليكم يا شباب. هبتدي النهارده التشابتر بتاع الابدومينال وول اند هيرنيز. الابدومينال وول اند هيرنيز فيه جواه 12 نقطة. أول حاجة هتكلم عن الابدومينال انسيشنز. يعني إيه ابدومينال انسيشنز؟ يعني الانسيشن اللي أنا بعمله لما أجي أعمل ابدومينال سيرجري أو أي جراحة للبطن. هعمل دلوقتي أي عملية للبطن، هفتح البطن بالمشرط إزاي؟ هي دي الابدومينال انسيشنز. تاني حاجه بيرست ابدومين اللي هو من اسمه كده انفجار بالبطن. انفجار بالبطن ده احد الكومبليكيشنز بتاعه الابدومينال انسيشنز. يعني انت فتحت جرح في البطن، الجرح ده ممكن ككومبليكيشن ليه انه يفتح خالص فالابدومينال كونتنس تطلع لبره، ده معنى كلمه بيرست ابدومين. تالت حاجه مينيمال اكسس سيرجري، يعني بعمل عمليه جوه البطن مينيمال اكسس او بفتحه صغيره جدا، ده موضوع لوحده. امراض الديزيز اوف الابدومينال وول، كل الامراض اللي ممكن تحصل في الابدومينال وول، طبعا منها الهيرنيات ومنها البرست ابدومين اللي احنا قلنا عليه، ومنها امراض ثانيه هنتكلم عليها. الاكسترنال ابدومينال هيرنيز بشكل عام، يعني ايه كلمه هيرنيا؟ تمام، اسبابها ومعناها ايه والكومبليكيشنز بتاعتها. طبعا انواع بقى الهيرنيز بعد كده، الاوبليك انجوينال هيرنيا، الدايركت انجوينال هيرنيا، الفيمورال هيرنيا، الامبيليكال هيرنيا، الجاستريك هيرنيا، الدايفيركيشن ريتراي، والانسيشنال هيرنيا. دي المواضيع او ده الاندكس بتاع المواضيع اللي هنتكلم فيه جوه الشابتر بتاع الابدومينال وول اند هيرنيز. نبتدي في اول موضوع عندنا اللي هو الابدومينال انسيشنز. اوكي؟ طيب مبدئيا كده لما اجي افتح البطن، هتكلم على الابدومينال انسيشنز. ادي البطن اهو، ادي الزايف استرنال اوكي بالريبس، وادي الابدومين اوكي، وادي الاجوينال ليجنز. انا دلوقتي حاجه افتح البطن او حاجه اعمل انسيشنز. اوكي، اول موضوع عندنا اسمه الريكويرمنتس. يعني ايه؟ يعني انا عايز ايه اوكي من الجرح ده. انا دلوقتي هفتح البطن صح؟ طيب انا مطلوب مني لما اجي افتح مثلا انا داخل اشيل الجول بلادر، هعمل كل سيستكتومي اللي هي عمليه المرارة، تمام؟ هفتح اوكي انسيجن شكله كده، تمام؟ بيسموه رايت سايدد سب كوستال انسيجن، عشان تحت الريبس فاسمه سب كوستال. الجرح ده مطلوب منه ان هو يوصلني للاورجن اللي فيه الديزيز، مش كده؟ تمام. طيب يبقى اول حاجه او اول ريكويرمنت عندي، اول ريكويرمنت مطلوب هو حاجه اسمها اكسسبيليتي. يعني ايه اكسسبيليتي؟ يعني هذا الانسيجن يوصلني تمام للاورجن اللي فيه الديزيز اللي انا عايز اعمل فيه العمليه. طيب تاني حاجه اسمها اكستنسابيلتي. يعني ايه اكستنسابيلتي؟ اكستنسابيلتي يعني دلوقتي والله انا بعمل عمليه تمام في مثلا الاستومك، ادي الاستومك اهي اوكي، انا فتحت جرح ميد لاين كده اهو، ابر ميد لاين يعني في النص، في الميد لاين فوق شويه اوكي، واكتشفت بالصدفه ان في باثولوجي تحت، تمام؟ هعمل ايه؟ مش قادر اوصل من الجرح الصغير اللي فوق، فاروح موسع الجرح ده لتحت شويه. يبقى الجرح ده من مواصفاته ان هو اكستنسبل. يعني ايه اكستنسبل؟ يعني اقدر امده شويه كمان، اقدر اوسعه شويه كمان، قابل لان انا اوسعه، ده معناها بالعربي. اوكي؟ ده اسمه ايه؟ ده اسمه اكستنسبلتي. طيب هل كل الابدومينال انسيشنز فيها ريكويرمنتس دي؟ والله بعضها فيها مميزات منهم وبعضها ما فيهاش. اوكي، ده اللي احنا هنتكلم عليه بعد كده، بس انا بقول لك على الريكويرمنتس اللي هي ايه الحاجات اللي تقول ان ده ايديال انسيجن. ثالث حاجه سيفتي. يعني والله هل الانسيجن ده بيعور مسلز؟ اوكي، ممكن اعمل انسيجن بالعرض كده اوكي، مثلا اروح قاطع المسلز اوكي، قاطع النيرفز، قاطع البلاد فيسلز، يبقى اذا بتاع الانسيجن ده از ان سيف. اوكي، يعني الانسيجن ده انا قطعت بيه مسلز، ضربت بيه المسلز والبلاد فيسلز والنيرفز. على عكس مثلا لما اعمل انسيجن بالطول زي ده، انا فتحت في لينيا البا، ما عورتش مسلز، ما عورتش بلاد فيسلز، ما عورتش نيرفز، تمام؟ يبقى اذا انا اتمنى ان الجرح بتاعي يكون سيف. اوكي، طيب رابع حاجه والاخيره، يبقى ليه جود كوزمتيك اوتكم. بمعنى النتيجه او الشكل النهائي، الشكل النهائي بتاع الجرح ده حلو ولا وحش؟ اشهر حاجه الجرح بتاع عمليه القيصريه اوكي، اللي هو بيبقى عامل كده، طبعا اسمه الشهير فانشتين انسيجن. اوكي، طيب هذا الفانشتين انسيجن بيبقى شكله حلو؟ اه طبعا، ده بيسموه على فكره الفانشتين انسيجن اسمه ترانسفيرس الى جوه العرض سوبرا بيوبس، لانه فوق السنس بيوبس.
اوكي ترانسفيرس سوبرا بيوبيك انسيجن. تمام طيب يبقى انا يا ريت اتمنى ان الجرح بتاعي اللي احنا هنتكلم عنه دلوقتي يبقى لي اكسسبيلتي يعني يوصلني للاورجن اللي انا عايزه، يبقى لي اكستنسبيلتي يعني انا لو فاتح جزء تمام وحابب ان انا اوسع شويه عشان اوصل لاورجن تاني اقدر اوسعه. سيفتي ما عورش مسلز ونيرفز وفيسلز كتير. جود كوزمتيك اوتكم النتيجه بتاعتها تبقى شكله حلو عشان ما يعملش تشوه في البطن. تمام طيب تعالى بقى نتكلم على انواع الانسيجنز اللي عندنا. يلا هتكلم على الكلاسيفيكيشن بتاعت الابدومينال انسيجنز. اول حاجه اوكي احنا بنقسمها اكوردنج لايه؟ اوكي في اثنين كلاسيفيكيشنز عشان نبقى فاهمين. تمام؟ كلاسيفيكيشن اكوردنج تمام للدايركشن بتاعه، بمعنى اوكي ان البتاع ان البتاع الابدومينال انسيجن ده ممكن يبقى حاجه من ثلاثه. حاجه من ثلاثه زي ايه؟ اقول لك. اولا ممكن يبقى فيرتيكال انسيجن. يعني ايه فيرتيكال؟ يعني بالطول. تاني حاجه ممكن يبقى ترانسفيرس انسيجن يعني بالعرض. ممكن يبقى اوبليك انسيجن يعني بالورد. اوكي بمعنى بالطول يعني كده. اوكي بالعرض يعني كده. اوبليك يعني كده. كويس تمام طيب حاجه ثانيه اوكي تقسيمه ثانيه اسمها اكوردنج لايه؟ لعلى علاقته بالمسلز. بمعنى ممكن يبقى اقطع في المصل يبقى اسمها مصل كاتنج، او اوسع المصل بعيد عن بعض اسمها مصل سبليتنج. كويس تمام طيب الفيرتيكال انسيجن طبعا التقسيمه دي تهمني اكتر من دي. الفيرتيكال انسيجن طبعا في اول حاجه اللي هو الميد لاين انسيجن. ميد لاين انسيجن زي اللي انا لسه قايله لك ادي ابر ميد لاين، ده كده اسمه لور ميد لاين، ده كده اسمه كومبليت ميد لاين انسيجن. طيب تاني حاجه اسمها بارا ميديان انسيجن. ابعد عن الميد لاين انسيجن ده 1 انش سواء يمين او شمال كده اوكي وافتح الجلد، يبقى ده اسمه ابر ولور بارا ميديان انسيجن. الابر ولور بارا ميديان انسيجن انا بعد ما بفتح الجلد بلاقي قدامي ايه؟ الريكتس ماسل صح؟ تمام خلينا نرسم الريكتس ماسل جنبنا كده عشان نتخيلها معانا. ادي ريكتس ماسل، اثنين ريكتس ماسل اوكي وبينهم ايه؟ بينهم ميديا البا صح؟ دي ميديا البا اللي في النص. انا بعد ما بفتح البارا ميديان انسيجن اللي هو كده بروح عامل ايه؟ بروح واخد الماسل دي الناحيه دي كده. بروح شاددها الناحيه دي اوكي وداخل. هل دي اسمها ماسل كاتنج ولا ماسل سبليتنج؟ طبعا اسمها ماسل سبليتنج لان فتحت ليني البا وزقيت الريكتس الناحيه دي اوكي ودخلت جوه البطن. تمام؟ طيب او انا ممكن اعمل حاجه ثانيه افتح نفس البارا ميديان انسيجن ده بس اروح قاطع في الماسل اوكي اروح قاطعها كده. قاطع جوه الماسل ده بيسموه تمام ثالث نوع اسمه بارا ميديان ترانس ريكتال انسيجن. تمام طبعا مين اللي فيه سيفتي اكتر البارا ميديان او البارا ميديان ترانس ريكتال؟ اكيد طبعا البارا ميديان اوكي اللي هو انا عملت ماسل سبليتنج وما عملتش ماسل كاتنج ما قطعتش في الماسل اوكي دي نقطه السيفتي. تمام طيب دي بالنسبه بتاعي يبقى ميد لاين بالنسبه للحاجات الفيرتيكال او الفيرتيكال انسيجنز. ميد لاين انسيجن بالطول، بارا ميديان انسيجن فوق وتحت اوكي، وبارا ميديان ترانس ريكتال اللي انا فتحت بارا ميديان وقطعت جوه الريكتس ماسل عشان اوصل جوه البطن. استخدامات كل واحد فيهم هنقولها دلوقتي اوكي وعيوب ومميزات كل واحد. طيب ترانسفيرس انسيجن هقول لك عليها نوعين. اول نوع اسمه ترانسفيرس ايبيجاستريك انسيجن. يعني ايه؟ يعني اخدت ترانسفيرس انسيجن فوق في الايبيجاستريك ريجن. تاني حاجه اسمه ترانسفيرس لسه قايلين من شويه سوبرا بيوبيك انسيجن. تمام اللي هو ايه؟ اللي هو ده اللي هو اسمه الثاني طبعا كلنا عارفينه بتاع القيصريه فانشتيل انسيجن. اوكي تمام طيب يبقى دول بالعرض كده دي اسمها ترانسفيرس بيجاستريك وده اسمه ترانسفيرس سوبرا بيوبيك انسيجن اللي هو فانشتيل انسيجن. طيب الاوبليك انسيجن طبعا اشهرهم الساب كوستال انسيجن شهير جدا اوكي الساب كوستال. طبعا الساب كوستال انسيجن في منه يمين ومنه شمال. تمام اليمين ده ليه اسم ثاني اوكي رايت وليفت. الرايت ده بيسموه كوخرز انسيجن. اوعى تسال الاسم ده كوخرز انسيجن. الانسيجن ده طبعا بعمله وانا بشيل ايه؟ اشهر حاجه ازاي؟ المراره اوكي جول بلادر اللي هي بوليسيستكتومي. والانسيجن ده بعمله وانا بشيل ايه؟ وانا بشيل سبلين سبلينكتومي.
طيب تاني حاجه في الاوبليك راس الانسيجن بتاع ازاي ده تمام اللي اسمه ايه اسمه ماكبيرنيز انسيجن ماكبيرنيز تمام انسيجن او اسمه التاني جريد ايرون انسيجن ليه سموه جريد ايرون هنتكلم بعد شويه لان انا همسك واحد واحد من دول واتكلم عنه تمام يبقى تاني لو سمحت عندك ميد لاين انسيجن اسمه تمام عندك سوري فيرتيكال انسيجنز اول واحد اسمه ميد لاين انسيجن اوكي تاني واحد اسمه بارا ميديال اوكي انسيجن البارا ميديال انسيجن ده انا بشوف شادد الريكتس ماسل على الناحيه اللاترال وليس الميديال ليه هنقول لاترال كده وروح داخل جوه البطن اسمه ماسل سبليتنج انسيجن بينما في حاجه اسمها بارا ميديال ترانسريكتر فتحت نفس الفتحه بتاعه البارا ميديال اللي هي فين اللي هي 1 انش تمام ما بينها وبين الميد لاين تمام فتحت بارا ميديال لكن ما زقتش الريكتس انا قطعت الفلوس الريكتس عشان ادخل بسرعه جوه البطن اوكي يبقى طبعا المور سيف هو البارا ميديال لكن الاسرع تمام هو البارا ميديال ترانسريكتر طيب بعد كده ترانسفيرس ترانسفيرس في ترانسفيرس ايبيجاستيك فوق تمام في الايبيجاستيك ريجن وفي ترانسفيرس سوبرا بيوبيك تحت تمام في السوبرا بيوبيك ريجن الترانسفيرس سوبرا بيوبيك ده اسمه تاني فنشتين انسيجن اشهر استخدام ليه طبعا القيصريه اللي هي السيزين انسكشن طيب الاوبليك في عندك اوبليك فوق هنا تمام اسمه سب كوستال انسيجن يمين وشمال اليمين ده بشيل منه المرارة تمام اسمه التاني كوخرز انسيجن والليفت سب كوستال بشيل منه السبلين بعد البيس في الهيكتومي ماليش اسم تاني معروف طيب بتاعت الزايدة اسمها ماك بيرنز انسيجن اسمه التاني جريد ايرن انسيجن والاسم الاهم هو الماك بيرنز انسيجن اوكي في واحد تالت بالمناسبة يعني اوكي في الاوبليك انسيجنز اسمه تمام ابرناتي انسيجن ابرناتي انسيجن طيب الابرنات انسيجن ده عباره عن ايه؟ ده عباره انك بتطلع فوق الانتيريور سيميليكس فاين تمام وتنزل لتحت ده اسمه ابرنات انسيجن فايدته ايه حضرتك؟ فايدته انك تشيل الستون اللي في اليوريتر تمام اوكي بص حضرتك جزء تمام من المانجمنت تمام ادي الجدني اهي وادي اليوريتر كويس اللي جاي اليورينري بلادر تحت اوكي طيب الستون ممكن تكون واقفه هنقسم اليوريتر ثلاثه ثيردز اوكي ادي ثيرد ادي ثيرد ادي ثيرد الاول ثيرد تمام انا بفتح خلاص عن طريق حاجه اسمها لامبر انسيجن اوكي او لامبر انسيجن بتاع اوف موريس اوكي ده اللي هي الاكسبوجر بتاع الكيدني تمام بجيب منه الاول ثيرد بتاع اليوريتر في الميدل ثيرد اوكي انا بشوف هل هو فوق الليفل بتاع الاسكال سباين ولا تحت لو فوق الليفل بتاع الاسكال سباين بفتحه بالامنات انسيجن اللي هو ده طب لو تحت الليفل بتاع الاسكال سباين او في اللور ثيرد بفتحه فانشتين انسيجن اوكي ده لو انا هعمل اوبن سيرجري عشان اشيل الستون بتاع اليوريتر خلاص افهم بس القصه دي عشان هو طبعا جاب سيرت في كتاب الامنات انسيجن فكان لازم اشرح لك هو ايه طبعا هنجيب سيرت وهنشرحه بالتفصيل واحنا بنتكلم على اليورينري تراكت احنا بنتكلم على اليورينري سيستم اوكي ولكن تمام هنا بس اعرف باختصار ان الابر ثيرد بفتحها عن طريق حاجه اسمها مورس انسيجن او لامبر انسيجن اوف مورس الميدل ثيرد تمام بفتحه بحاجه اسمها ابرنات انسيجن لو هو فوق الليفل بتاع الاسكال سباين ولو تحت الليفل بتاع الاسكال سباين او في اللور ثيرد بفتح سوبرا بيوك تمام انسيجن اللي هو ترانسفير سوبرا بيوك او فينشتين انسيجن اوكي ده بشكل عام تمام الانسيجنز طبعا في الترانسفيرس برضه الشيء يذكر تمام لكن انا بقول الحاجات اللي هي بعيده عن الابدومين شويه او بعيده عن الجي اي تي يعني في الاخر اوكي حاجه اسمها لامبر انسيجن اوكي بيبقى عامل كده اوكي وده بيبقى برضه اكسبوجر للكيدني تمام هنبقى نتكلم عنه مع اليوريتر مع قصدي مع اليورينري سيستم ان شاء الله اوكي تمام يبقى ده بالنسبه لايه؟ بالنسبه لانواع الانسيجنز بشكل عام خلينا بقى نمسك انسيجن منهم ونتكلم عنه طيب هنبتدي باول حاجه اللي هي الفيرتيكال انسيجنز اوكي اول واحده في الفيرتيكال انسيجنز زي ما قلنا هي الميد لاين انسيجن ايه اللي محتاجين نعرفه عن الميد لاين انسيجن ده الميد لاين انسيجن باختصار ادي تمام الامبليكس او كيف الميد لاين بيبقى تمام في النص كده قاطع المصل قاطع الابدومين كل الانسيجن محتاج اعرف فيه حاجتين اولا انا بقطع السكين فين اللي هو طبعا في الميد لاين انسيجن بقطعه في الميد لاين ثانيا بقطع المسلز فين يعني هل انا بفصل المسلز في مسل سبليتي ولا بقطع في مسل معينه اسمها مسل قطي ثالثا ايه الادفانتجز والديس ادفانتجز بتاع كل انسيجن طيب الميد لاين انسيجن ده اوكي انا بفتح السكين في النص اوكي ميد لاين بالظبط فيرتيكال ثاني حاجه بفتح المسلز فين في اللينيا قلب انا بروح قاطع تمام اللينيا قلب ادي الريكتس مسل اليمين وادي الريكتس مسل الشمال تمام اهو بالمنظر ده وبروح فاصلهم عن بعض اوكي وداخل جوه الابدومين اوكي طيب
ايه ميزه في رايكم الوند ده او الانسيشن ده؟ الانسيشن ده سريع جدا، يعني انا ممكن افتح المصل ليترالي ما يكملش دقيقه او دقيقتين بالكتير، انا اكون فاتح الباب. طيب وبالتالي اقدر اعتمد عليه في ايه؟ في الامرجنسيز. اوكي، انا اقدر افتح البطن في ثانيه. اوكي، اشوف ايه الامرجنسي، لو واحد مثلا عامل حادثه، اوكي تروما، بولي تروما، اوكي شايف اكيوت سيرجيكال امرجنسي، في مشكله جوه البطن محتاج بسرعه افتح البطن دلوقتي، يبقى ده اكتر انسيشن اقدر اعتمد عليه. اوكي، خصوصا في الادرس. في التشيلدرن في حاجه ثانيه معاه، بس ايه نقولها بعد شويه. طيب لكن الميد لاين انسيشن ده بيبقى في الادرس مش في الاطفال. جميل. في حاجه ثانيه بقى طبعا عيبه واضح ان هو ده، لما اجي اعمل انسيشن بالطول فهو كديسفيجرمنت او كوزمتيك ريزلت مش هيبقى حلو قوي، اكيد مش زي الفرشتيل يعني. تمام. طيب ايه تاني؟ الليبيا اكبر لما بتتفتح دي الهيلينج باور بتاعها اخباره ايه؟ اوكي، انا عايز اقول لك ان الهيلينج باور بتاع الليبيا اكبر ده عشان يهيل كويس، اوكي، بياخد وقت طويل. انا ما ينفعش اخيطه بخيط ابزوربر. يعني ايه خيط ابزوربر؟ عايز اقول لك ان الثريدز تمام او اوكي اي خيوط الجراحه عامه او خيوط بخيط بيها ليها تقسيمه، يقول لك بعضهم نون ابزوربل وبعضها ابزوربل. يعني ايه يا دكتور الكلام ده؟ يعني ايه ابزوربل؟ ابزوربل يعني هيمتص في الدم بعد شويه، لما اسيبه كده كام شهر هيمتص في الدم. في حاجات بتمتص في الدم بعد 3 شهور، حاجات تقعد 6 شهور، تمام وهكذا. طيب نون ابزوربل يعني حاجات وانس انت خيطت بيها جوه الجسم دي هتفضل طول الحياه جوه الجسم، حاجة عمرها ما هتمتص، تمام؟ أشهر واحد، أشهر خيط هتسمعوا عنه نان أبزوربل هو البرولين. الكلمة برولين دي مهمة جدا، الاسم ده مهم جدا وما ينفعش تنساه. برولين هتسمعه في كذا حتة هنا، تمام؟ وفي الهرمن. أوكي؟ طيب، البرولين ده أشهر خيط نان أبزوربل في الجراحة هتسمع عنه. أوكي؟ لما تيجي حضرتك تخيط، أوكي؟ بتاع الميد لاين انسيجن، تمام؟ تخيطه بعد إذنك بخيط إيه؟ تمام؟ نان أبزوربل اللي هو البرولين. اوكي؟ طيب ليه؟ عشان الليبيا الاكبر دي سهله قوي تفتح، اوكي؟ يعني عقبال ما يحصل هيلينج هياخد مده، فلو انت عملته بواحد ابزورب والليبيا الاكبر هتفتح، ولو الليبيا الاكبر فتحت ايه اللي هيحصل؟ اقول لك الليبيا الاكبر لو فتحت لوحدها والسكين انتك هيحصل هرميا. طيب لو هي فتحت والسكين اللي فوقيها فتح هيحصل بيرست ابدومن، يعني ايه؟ برضه اقول لك ادي يا سيدي المصل ادومينال وول، ادي السكين اهو، اوكي؟ وادي المصل ايه؟ وراه، لو حصل ديفكت ادي المصل اهي، ديفكت في المصل فقط، اوكي؟ وقام البريتونيوم اللي جوه، البريتونيوم اللي جوه طالع تمام لبره عن طريق المصل ديفكت ده، اوكي؟ ومغطيه الجلد، تمام؟ يبقى دي اسمها ايه؟ دي اسمها هرنيا. طب هرنيا على انسيجن بيبقى اسمها ايه؟ بيبقى اسمها انسيجن هرنيا. طيب افتراض تاني، المصل تمام مفتوحه بره، اوكي؟ اهي، اوكي؟ اللي هو الليبيا الاكبر اتفتح، اوكي؟ والجلد كمان اتفتح، تمام؟ وقام الانتستن، التستن اللي جوه اوكي كله طلع لبره، التستن تمام في الشارع، ده اسمه ايه؟ ده اسمه بيرست ابدومن. يبقى فهمنا الفرق بين الاثنين، دي تمام المصل بس اللي اتفتحت، لكن السكين انت تمتلك بريتونيال ساك، طلع بريتونيال ساك اندر كفر اوف سكين، تمام؟ فدي يبقى اسمها ايه؟ دي يبقى اسمها هرنيا، او بمعنى ادق انسيشنال هرنيا. لكن لو المصلز اتفتحت وكمان الجلد اتفتح، ده الوند كله اتفتح والانتستن بقى في الشارع، يبقى ده بقى اسمه ايه؟ بقى اسمه بيرست ابدومن. تمام؟ فهمنا الفرق بين الاثنين؟ اوكي. طيب يبقى انا عايز اقول لك عن الميد لاين انسيجن بعد اذنك، ان انت بتفتح السكين، بتفتح وراه الليبيا الاكبر، ما تنساش انك لما تيجي تخيطه لازم تخيطه بالبولين سوتشرز، اوكي؟ اللي هي نان ابزوربل سوتشرز. طيب نيجي للي بعده اللي هو ايه؟ اللي هو البارا ميد لاين انسيجن، تمام؟ بارا تاني نوع اهو، اوكي؟ بارا ميديان، اسف، بارا ميديان تمام انسيجن، اوكي؟ لسه قايل من شويه البارا ميديان انسيجن هتبعد عن الميد لاين قد ايه؟ هتبعد عن الميد لاين تمام 1 انش او يا ابر يا لور، يا ابر يا لور، فتحت الجلد. طيب هنيجي نفتح المصل، هنفتحها ازاي؟ لسه قايل، اوكي؟ هتروح واخد المصل اللي هي ريكتس مصل كده على ناحيه واحده، تمام؟ وادي ريكتس مصل الناحيه الثانيه سليمه في مكانها، روح زائد دي، اوكي؟ وداخل. طيب سؤال يا دكتور، وانا ليه بزقها لك لاني مش ميديا ليه؟ اقول لك حضرتك النيرف سبلاي بتاع المصل جاي لها، بتاع ريكتس مصل جاي لها فروم ذا لاترال سايد. ريكتس مصل جاي لها النيرف سبلاي والارتيريال سبلاي جاي لها منين؟ جاي لها تمام فروم تمام ذا لاترال سايد. يبقى انا لو زقيتها كده النيرف سبلاي والارتيريال سبلاي بتاع المصل ما يحصلوش حاجه، لكن لو انت شديتها الناحيه الثانيه انت قطعت كل ايه؟ كل النيرف سبلاي والبلاد سبلاي. تمام؟ طيب يبقى انا المور سيف، اوكي، واللي يحافظ على الانتجريتي بتاعت المصل
هو ان انا ازقها لاترالي. عيبه ايه البارامتر انسيجن؟ عيبه ان هو بطيء شويه. يعني ايه بطيء؟ يعني باخد وقت طويل قوي قبل ما افتح الكبد هنا، ثم اروح واصل للميد لاين فاتح اللينيا الارا، بعد كده اروح زائد واصل لناحيتي، باخد وقت. اوكي؟ وبالتالي دي ما ينفعش في عيان امرجنسي. طيب التالت نوع اللي انا رحته لسه قايله من شويه اسمه ايبوس بارامتر. اوكي؟ ترانسريكتال انسيجن. طب البارامتر ترانسريكتال ده قصته ايه؟ قصته ان انا بفتح البتاع الجلد بنفس الطريقه برضه 1 انش من الميد لاين، بس انا ما بزقش المصل ده، انا بروح قاطع ثرو ذا مصل. طيب حد يقول لي ميزته عيبه؟ ميزته طبعا انه سريع. انا بفتح على طول كل اللايرز ورا بعض، وبالتالي بدخل البطن بسرعه. مفيد في الامرجنسيز في حالات الاطفال. من شويه انا قلت لك الميد لاين انسيجن ده مفيد في الامرجنسيز في حالات الكبار الادلتس، لكن الاطفال بتاع ترانسريكتال بارامتر انسيجن. طيب يبقى ميزته انه سريع، لكن عيبه ايه؟ انا قطعت مصل، اوكي؟ قللت النفس، قطعت بعض النفس سبلاي والبلاد سبلاي بتاع الريكتس مصل، وبالتالي الهيلنج بتاعه مش حلو، تمام؟ الهيلنج بتاعه مش حلو لان مفيش دم واصل له كويس، ومفيش نفس سبلاي واصل له كويس، تمام؟ فده الفرق بين البارامتر والترانسريكتال انسيجن. دي كده باختصار الفيرتيكال انسيجن. نخش بعد كده على الترانسفيرس انسيجن. طيب نتكلم على الترانسفيرس انسيجن، ثم نتكلم على الاوبليك انسيجن. الترانسفيرس انسيجنز باختصار قلت لك انا يهمني اثنين، تمام؟ مهمين قوي. حاجه اسمها ترانسفيرس، اوكي، ايبيجاستريك انسيجن، من اسمها كده هي في الايبيجاستريك ريجن بتاع الاندومين، يعني هنا ادي الانسيجن اهو. واحد ثاني اسمه ترانسفيرس سوبرا بيوبيك انسيجن، اوكي، اللي هو فين؟ اللي هو عامل كده، وهو ده بين قوسين اسمه فانيشتيل، اوكي، انسيجن. اوكي، اشهر انسيجن، تمام، في النساء، اوكي، اللي هو تمام الفانيشتيل انسيجن. طبعا مش هيجي بسبب ايه؟ بسبب السيزيريان سكشن. اوكي، طيب سؤال، المصل دي لما انا بفتح، خلي بالك من حاجه، لو قلت لك في كل انسيجن هنعرف احنا بنفتح الجلد فين، خلاص معروف. طيب بنفتح المصل فين؟ اوكي، هنا بقى حضرتك بعد اذنك، انت ما بتفتحش المصل قاتل. لا تفتكر ان انت بتفتح الجلد وبعد كده اروح فاتح الريكتس مصل بالعرض، انا داخل جوه البطن، لا، ده هو بيعمل مصل سبليتنج، تمام؟ بمعنى ان ادي الريكتاي اهو بيروح فاصل الريكتس اليمين اهي، تمام، عن الريكتس الشمال اهي، مع انه فتح الجلد هنا، لكن هو راح فاتح بالطول، تمام، الريكتس مصل اليمين عن الشمال، ويوصل جوه بقى، عايز يدخل اليوريتراس، يدخل للبلادر، يدخل اليوريتر، ايا كان، تمام؟ طبعا الفانشتيل انسيجن، اوعى تفتكر الفانشتيل انسيجن استخدامه الوحيد هو سيزيريان سكشن، لا طبعا، استخداماته في الجراحه كتير جدا. اوكي، طبعا اشهر حاجه الفانشتين انسيجن عشان السيزيريان كتير جدا، لكن استخدامات الفانشتين انسيجن كتير، اللي هو اسمه ترانسفيرس سوبرا بيوبيك انسيجن. اوكي، تمام. فانا مستو، فانا بفتح وبوسع المصلز عن بعض، يبقى مستو الكبيره طبعا الاكبر هي الكوزمتيك ريزلت. اوكي، طيب لكن انا ما اقدرش اعمل منه اكسبلوريشن للبطن كلها، على عكس الميد لاين انسيجن. الميد لاين انسيجن كان اكسسبل جدا، فيه بيدي اكسسبيلتي عاليه جدا لكل البطن، كان اكستنسبل، اقدر اوسعه يمين وشمال عادي. اوكي، انما ده لا، ده يا دوبك تارجتد على منطقه معينه، تمام. طيب تعال بقى نتكلم بعد اذنك عن في الاوبليك انسيجنز. اوكي، احنا قلنا في واحد اسمه سب كوستال انسيجن يمين وشمال، ده اسمه بخر بشيل منه المرار، وده اسمه ليفت سب كوستال، مش اسم ثاني، بنشيل منه السبلين، نعمل سبلينكتومي. اوكي، وفي واحد هنا اسمه ايه؟ اسمه ماك بيرنز انسيجن. طيب اقول لك على حاجه اللي هي اسمها ماك بيرنز بوينت، حاجه طبعا هناخدها في الشابتر بتاع الاكيوت انسايتس. اوكي، بس هقولها لك باختصار هنا. اوكي، حضرتك عندك هنا حاجه اسمها انتيريور سوبيريور اليك سباين، صح؟ وعندك حاجه اسمها هنا اسمها امبيليكس، كويس؟ هتاخد خط وهمي ما بين الامبيليكس والانتيريور سوبيريور اليك سباين، بعد كده تروح قاسم الخط ده لتلتين، تمام، وتلت لاترال ثيرد وميديال تو ثيرد، الجنكشن بينهم النقطه دي اسمها ايه؟ اسمها ماك بيرنز، ماك بيرنز بوينت، كويس. الماك بيرنز بوينت دي هي السيرفس اناتومي بتاع البيز بتاع الابندكس. اوكي، يعني ادي، لو عشان نتخيل، ادي السيكم اهو، اوكي، وادي الابندكس اهي، البيز بتاع الابندكس ده اهو، هو ده الماك بيرنز بوينت. اوكي، ده اللي بندوس عليه عشان نكشف لما نيجي نعمل كلينيكال اكزامينشن لعيان عنده انسايز. طيب لو خدت بقى لاين انسيجن بيربنديكولر على الخط ده عند النقطه الماك بيرنز بوينت، بقى اسمه ايه؟ بقى اسمه ماك بيرنز برضه انسيجن. ماك بيرنز انسيجن اللي هو ده، اللي هو اول نوع من الاوبليك، او يعني اهم نوع من الاوبليك انسيجن، او من اشهر الانواع يعني، الماك بيرنز، اوكي، انسيجن، تمام؟ طيب
ممكن اخد نفس النقطه دي خلاص عليها خط ترانسفيرس كده بقسمه تاني لانز انسيجن. اللانز انسيجن مش اوبليك، اللانز انسيجن ترانسفيرس انسيجن يستخدم في ايه؟ برضه في المراره. طب ايه الفرق بينه وبين المكبرني؟ ده يعني مور كوزمتيك. ليه؟ عشان ماشي مع حاجه اسمها لانجرز لاينز. اللانجرز لاينز في الترانسفيرس انسيجن هو اللي بيخلي الترانسفيرس انسيجن بتاع الفينشيل هو احلى واحد كوزمتيكلي، تمام؟ لان بتاع البطن كلها فيها خطوط بالعرض او الجلد كله اكشلي، تمام؟ في خطوط بالعرض اسمها لانجرز لاينز. لو انت قطعت بدل او مع الخطوط دي تدي كوزمتيك ريزلت احلى، تمام؟ طيب فده اللي هو المكبرنيس او اللانس انسيجن، اوكي؟ واتكلمنا من شويه على الابرنانتس انسيجن. عايز اكلمكم دلوقتي عن الكومبليكيشنز، اوكي، بتاعت الانسيجنز بشكل عام. طبعا الكومبليكيشنز بتاعت الابدومينال انسيجنز، اوكي، اهم حاجتين او اول حاجتين زيهم زي اي انسيجن في الدنيا، تمام؟ اول حاجه هيماتوما، تمام؟ او هيموريج بشكل عام، اوكي؟ تاني حاجه وند انفكشن، اوكي؟ لو احنا افترضنا ان احنا عندنا ادي انسيجن اهو بالطول، اوكي، ميد لاين انسيجن بس، كويس؟ اهو. طيب هذا الميد لاين انسيجن ممكن يحصل جواه ايه؟ بليدنج، تمام؟ اي بلاد بس لو هو ينزل شويه دم، شويه دم دول اتجمعوا عملوا ايه؟ هيماتوما. لو الهيماتوما دي حجمها الصغير بتسيبها تبقى ابزورب لوحدها، لكن لو حجمها كبير لازم ادخل افتحها من حاجه اسمها ايفاكويشن. ايه ايفاكويشن؟ يعني افتح الهيماتوما دي لو حجمها كبير كده، تمام، بفتحها، اوكي، وافضي الدم اللي جواها، تمام، واقفل تاني. دي اسمها ايفاكويشن اوف هيماتوما. ليه؟ لانك لو سبتها كده، تمام، هيحصل عليها سكند انفكشن فيعمل ابسس وباس كولكشن وهكذا. فدي اول حاجه الهيماتوما ببساطه، ده زيه زي اي انسجن عادي. وند انفكشن يحصل انفكشن، اوكي؟ تيجي اي بكتيريا، تمام، تعمل انفكشن في الوند. از الانفكشن في الوند ممكن يعمل ايه؟ يعمل باس، تمام، طبعا باس فورميشن، اوكي، واحده واحده يبتدي الجرح يفتح، اوكي؟ طيب يفتح هيعمل لنا مشكله من المشكلتين التانيين، اوكي؟ اهم مشكلتين ايه هما؟ عندك وند ديزيز، اوكي؟ والوند ديزيز دي، اوكي، هي اللي بتوصل في الاخر لحاجه اسمها بيرست ايه؟ ابدومن. بمعنى حضرتك انك الجلد اتفتح ثم المسلز اتفتحت، ده كده بقى اسمه بيرست ابدومن زي ما شرحنا من شويه. ان البيرست ابدومن انا الجلد اتفتح، اوكي، وكمان تمام المسلز اللي وراها، تمام، المسلز اللي وراها مفتوحه، اوكي. طيب البتاع الكومبليكيشنز اللي بعده برضه زيه زي اي انسيجن في البطن، تمام، يحصل حاجه اسمها انسيجنال هرنيا. يعني ايه انسيجنال هرنيا؟ انسيجنال هرنيا زي ما قلنا من شويه، ادي المسلز اهي، اوكي، المسلز مفتوحه، تمام، فالبلوتونيوم اللي تحتيها، اوكي، طلع خلاص عمل بروتروجن، لكن الجلد كان سليم، تمام، فالجلد اللي فوق البتاع اللي فوق البلوتونيوم ايه؟ سليم، اوكي، فدي اسمها انسيجنال هرنيا، وطبعا جواها اي انتستن او اومنتر، اوكي. يبقى ده الفرق بين البتاع بين الـ بتاع الانسيجنال هرنيا، سوري، البريست ابدومين اللي هو السكين مفتوح والمسلز مفتوحه، وبالتالي الانتستن طلع في الشارع، بينما دي السكين سليم، فالبلوتونيوم بس طلع، تمام، عمل ساب جواه الانتستن او الاومنتر، بقى اسمه انسيجنال هرنيا. دي كانت اهم الكومبليكيشنز، اوكي؟ ان شاء الله المره الجايه او في المحاضره الجايه نبتدي نتكلم عن البريست ابدومين، ثم المينيمال اسيس سيرجيز، ثم الديزيز بتاعت ابدومينال وول ان شاء الله، تمام؟ لو عندكم اي اسئله في المحاضره دي او اي حاجه مش فاهمينها اكتبوا لي في الكومنتس، اوكي؟ لو في موضوع تاني حابين نشرحه او نعمل عليه محاضره ان شاء الله باذن الله هنشرح المنهج كله، تمام، بس اللي حابب موضوع معين حابين نبدا بيه حاجه معينه انتم مش فاهمينها، اوكي، وحابين يعني نعمل محاضره عليه مخصوص، تمام، قولوا لي في الكومنتس ان شاء الله. باي باي.